عقد حزب الحركة الشعبية مؤتمرا يعد الأول من نوعه بطنجة، حيث ترأسه الأمين العام للحزب محمد العنصر، والذي أشاد بالنمو الاقتصادي الذي تعرفه المدينة والجهة عامة، مما يستوجب انتقاء نخب سياسية مسؤولة وقادرة على مواكبة الدينامية الاقتصادية الراهنة. هذا اللقاء ديال منتدى الكفاءات بطنجة هو تحضير للمنتدى الوطني للكفاءات الذي سينعقد خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله على الصعيد الوطني. ولكن اللي هو مهم ليس جمع الكفاءات أو يعني توسيع القاعدة للكفاءات، لكن هو شرح ما ينتظرنا وما يمكن أن تقوم به الكفاءات، أي يعني الشباب والأطور في المرحلة المقبلة، ليس في مرحلة الانتخابات فحسب، لأن الانتخابات ما هي إلا مرحلة، ولكن المغرب يعني دخل في تغييرات عميقة، بتغييرات مؤسساتية في الجهوية المتقدمة، في إعطاء اختصاصات كبرى للجماعات، ويجب أن يكون إشراك الجميع. الهدف من هذا التأسيس هو تكميلة المؤسسات المؤسسات الحزبية، يعني مثل مجلس المكتب الإقليمي للحزب، المكتب الإقليمي للشبيبة، المكتب الإقليمي للمرأة، والآن حدث هذا منظمة تعتبر هي منظمة موازية للحزب اللي تسمت بالأطر والكفاءات. من طبيعة الحال الانطلاق ديالها هو اليوم من طنجة باش يتعمم على مستوى الوطني. بالنسبة للرهانة التحقيقية ضروري الكفاءات عندهم الموقع بحكم موقع ديالهم رأي في الانتخابات، عندهم رأي بالنسبة لسير العام ديال المدن، وهذا دونك ضروري غادي نكونوا إن شاء الله في هذا الإطار خدامين. هذه هي الله بداية إن شاء الله، مولود جديد، وإن شاء الله ما كاينش مولود تيبدل تيولد كبير تيولد صغير وتبقى غادي تيكبر إن شاء الله. المؤتمر دعا إلى تضافر جهود المنخرطين بمختلف الفئات العمرية لبعث الروح في العمل السياسي والحزبي وتغيير الممارسات السياسية، خصوصا في ظل الجهوية الموسعة.